حلقة فيها لموضوع مهم جدا يهم السيدة الملتانية ويهم المرأة بصفة عامة، ألا وهو موضوع السرطانات التي تصيب المرأة، سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم بشكل خاص، وخاصة بأننا في شهر أكتوبر، هذا الشهر المخصص لهذا السرطان الخطير جدا. أعاذنا الله وإياكن جميعا أينما كنتن من الشر والبلاء. ضيوفي في هذه الحلقة لسبر غور هذا الموضوع وللتعرف عن قرب عن هذا النوع من السرطانات وعن أهمية الوقاية من هذه السرطانات هم كل من الدكتور أحمد وللطلبة أخصائي علاجات الأورام. أهلا بك دكتور، سعيدين بوجودك معنا في برنامج لهن الريادة. طبعا نحن اليوم نتنازل لك عن الريادة. شكرا. والأستاذ المؤمنة من طلب مسؤولة الموارد البشرية في جمعية أسعد تسعد وفي حملة كوني بخير، نرجو أن تكون جميعا سيداتي بخير وأن تكون كل المرأة الموريتانية والمرأة بصفة عامة بخير، وأن يبعد الله عز وجل عنا وعنكم شر هذه الأمراض. وطبعا نحن نتحدث هنا عن الشر لتوقيه وليس لترويجه وليس لإحداث يعني مشاكل نفسية عند المجتمع، خاصة وأننا في مجتمع يخاف من الحديث عن أمراض السرطانات. شيء طبيعي جدا أن نتحدث عن الخطر وأن نستضيف دكاترة ومختصين في هذه الأمراض الخطيرة لنعرف نتعرف من قرب على هذه الأمراض ونتعرف أيضا من قرب على الطرق الأساسية للوقاية من هذه الأمراض. أهلا بك دكتورة، أنا سعيدة بوجودك معي من جديد. دعني أبدأ معك أستاذ المؤمنة، خلينا نبدأ مع الدكتور لأنه ضيف علينا. دكتور، هذه السرطانات اللي خطيرة جدا، سرطانات الثدي وعنق الرحم، ونريد أن نبدأ بسرطان الثدي، لمحة قصيرة عن سرطان الثدي حتى تكون الأخت المشاهدة في صورة هذا المرض الخطير جدا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. أولا شكر التلفاز على الاستضافة، وشكر الجمعية جمعية تسعد اللي قامت بهذه المبادرة للتوعية ضد سرطان الثدي في هذا الشهر. بالنسبة لسرطان الثدي، هو أول سرطان، أكثر سرطان انتشار عند المرأة، ويصيب عادة المرأة بعد 40-45 بعد سن اليأس، ومن أكثر الثدي أو عنق الرحم؟ الثدي. الثدي يصيب عادة بعد السن عادة الأكثر، لكن ممكن الحالات الأكثر، لكن ممكن يصيب المرأة في عمر مبكر، لكن الأكثر هو يعود عند المرأة بعد سن اليأس. ويصيب كل مرأة من بين 8 نساء، كل واحدة من بين 8 نساء معرضة للإصابة أو مصابة، معرض مصابة سرطان الثدي. بما أنه هو أكثر سرطان عند المرأة، فما ملي وسائل للتشخيص المبكر. التشخيص المبكر هو الوسيلة الأنجع للقضاء على هذا المرض. ممكن نشخص في درجة مبكرة، العلاج نسبة العلاج تتجاوز 90%. معناها أن نحن الهدف في حالة وجود تشخيص مبكر قد تتجاوز نسبة التماثل للشفاء 90% وحتى 95%. وهذا هو الهدف للحملة، أنا التوعية بالتشخيص، من أجل التشخيص المبكر. هي حملة كوني بخير أساسا الهدف هو التشخيص المبكر، وتشخيص المبكر ممكن نتكلم عنه بأكثر تفاصيل في الحلقة إن شاء الله. جميل. أستاذ المؤمنة، قضية التوعية وأهمية أن يكون المجتمع لديه وعي صحي بصفة عامة، وأن تكون السيدة بما أنها هي المستهدفة بهذه السرطانات للأسف أن تكون لديها وعي صحي، ما أهمية أن يحصل لديها هذا الوعي وأنتم يعني في جمعية أسعد تسعد وفي حملة كوني بخير بشكل خاص؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا على الاستضافة، وشكرا كذلك للدكتور على استجابته للدعوة. أهمية التوعية والتشخيص المبكر تتجلى في أنها لها عوائد إن شاء الله إيجابية، لأن إذا تم اكتشاف المرض بطريقة أسرع اللي هي تعود هناك إيجابية في أنها تتماثل للشفاء بشكل أسرع إن شاء الله. وهذا من هون هو اللي كان سبب أساسي في انطلاق الحملة، أن طبيعة عملنا في طبيعة عمل جمعية في داخل المستشفى الأنكولوجي، اكتشفنا أن أغلبية الحالات اللي تصل إلى المستشفى تصل في مراحل فترات متأخرة من المرض، وبالتالي يصعب علاجها، وكان هذا هو الدافع الأساسي لنشر التوعية والقيام بحملة كوني بخير إن شاء الله. أهم هدف للتوعية وأهم شيء يمكن أن يجنيه المستهدف هو أنه يأتي للعلاج بشكل أو للتشخيص بشكل مبكر، وهذا شيء مهم جدا. دعني أبدأ معك دكتور قضية العلاج، لأنه هذا هو محور حديثنا، العلاج والتشخيص بشكل مبكر. كثير من الناس عنده شائعة هو أنه يعني السرطان إذا أبلغ مريض ما بأنه صاب بأحد أنواع السرطانات يعني خلاص يستسلم للموت وينتهي من
محاولات العلاج وغيرها من الأمور، هل هذا سليم؟ وفعلا هو الأفكار السائدة عن مرض السرطان عن مرض خطير ومرض قاتل، هذا فعلا هو الواقع اللي يكون تشخيص مرحلة متقدمة، مرض مرحلة متقدمة يكون نسبة والله احتمال التماذل للشفاء التام تنقص حتى تنقص حتى. ولذلك هو في مرحلة هو سرطان، علاج سرطان في جراحة، في علاج كيميائي، في علاج أشعة، هذا هو الأساس العلاج. في المرحلة المبكرة ممكن حتى المريض تكون الجراحة كافية والمريضة تكون الجراحة كافيتها من غير ما تتعرض للأشعة ولا علاج كيميائي، ولا حتى لا تتعرض لهم تعود بدرجة بنسب أقل، معناها هذا هو العلاج التام. نحن نبغى هنا ما نبغى نقول عن سرطان عنه ما هو مرض قاتل، لكن والهدف عنه يعود مرض مزمن، مرض مزمن كي الأمراض المزمنة، وذاك شرطه عن يعود فهم تشخيص مبكر كي قالت المؤمنة. هو فعلا نحن نلاحظوا عن ممكن أكثر، ما عندنا إحصائية دقيقة، لكن أكثر من 80% من المرضى اللي يجونا مرحلة متقدمة جدا، مرحلة متقدمة جدا، تود حتى نسبة التماثل الشفاء ضعيفة، وهذا هو اللي سبب، هو اللي سبب هاي الفكرة عن 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 يصاب به حد نحكم عليه بالإعدام، بما أن فما التشخيص دائما يكون مرحلة متأخر. وهذا هو الهدف من الحملة، يلا تعود الحملة توعوية، تبديل الأفكار عن سرطان، تبديل الأفكار عن سرطان عنه فعلا مرض خطير، لكن ممكن نحاول نشوف مرض مزمن ممكن نعالجه إذا كان هناك تشخيص مبكر. جميل. قبل أن نعود أستاذ المؤمنة، قبل أن نعود للدكتور في الحديث بشكل مفصل عن العلاج، هل ترين أنه بالفعل نحن بحاجة إلى أن نخلق ثقافة وعي أو ننشر هذه الثقافة لدى المواطن الموريتاني؟ وهل أنتم في الجمعية عندكم يعني نسب أو إحصاءات أو يعني ولو بشكل تقريبي عن مستوى ارتفاع هذا المرض في موريتانيا؟ جميل. بالنسبة لإحصاءات ونسب ما يمكن مركز إعطاءه، لأن الجمعية أصلا جمعية ناشئة أكثر سنة أكثر شوي، هي هو عمر الجمعية، لكن بحكم التجربة وغيره غيره هذا قضية أن السرطان مرض ما هو قاتل ومرض مزمن كي تقال دكتور، هذا هو هدف ما مباشر من الحملة أساسا، وأنه ما دامت تعود كلمة سرطان موجودة ونتكلموا عنها أكثر من مرة في اليوم، نسمعوها على التلفزة على راديو وغيره، لا تعود مرض كي تسير الأمراض وبسيط علاجه كي تقال دكتور. هذا تجي تقولي هدف غير مباشر من الحملة، معناها ما في نسبة معروفة ولو بشكل تقريبي عن مستوى ارتفاع انخفاض مرض السرطان في المجتمع الموريتاني، ما هي موجودة لديكم؟ لا بحكم العمر الجمعية ممكن نعطيك نسبة، غير بحكم التجربة وما أيضا بحكم عوامل أخرى يعني تضافرت لتوفر عدم وجود لتتسبب في عدم توفر إحصائي أعتقد. غير تقدي تقريبيا تقدي تقولي جميع الناس اللي منتسبين للجمعية وغيره حتى المشاهدين منتم قد يعود من محيطكم في شخص صار شخص صاب، بالتالي تقدر تتوقعي انه عاد مرض موجود في المجتمع. ما نستشف من هذا انتشار المرض لكن بدون وجود احصائيات بشكل صحيح. علمي ودقيق. جيد دكتور، خلينا ندخل في الموضوع على الاخت اللي تشاهد الان متعطشه لتعرف اعراض سرطان الثدي بشكل خاص. اولا نتكلم شويه عن الاحصائيات. نحن ما عندنا في موريتانيا، ما عندنا شو يقولوا السجل مرض سرطان، لكن عندنا إحصاءات اللي ما هي دقيقة، تكون تقريبية اللي في المركز اللي نعرفه عنه بعد تقريبا مركز الأنكولوجيا، مركز الوطني للأنكولوجيا، عن تقريبا بين 40-50% عن هم السرطانات عند النساء، معناها سرطان الثدي سرطان بين 40-50% من السرطانات الموجودة جميع المرضى هي من سرطانات الثدي وعنق الرحم، معناها نقول عن بعضهم الأكثر أمراض انتشار في المركز. ونقد نلاحظوا فعلا انه كل شهر ولا شهر عن ثم زياده تزايد في عدد المرضى، وذاك ممكن ما عندنا الوقت نفسر الاسباب. الاسباب ممكن تكون هي حتى التشخيص عدم وجود موريتانيا، ما هو على المرض ما كان خالق عنه كان خالق تشخيص. بالنسبه نرجع للسؤال، المرض ربما كان موجود لكن التشخيص هو اللي ما كان موجود اذا كان في المركز ما كانت فما رؤيه واضحه للمرضى، كان المرضى كامل يجلسوا الخارج وقاعدوا يتعالجون ولا كثير يتعالجون. لذلك نلاحظوا عاد فما الناس كامله تعرف، كان حد قاعد يجلس الخارج ما نعرف المرض،
جاتك المؤمنه برك ما خالك حد هون عنده، ما عنده حد قريب له والله حد يعرفه يعني يسمع يوميا بهذا المرض للاسف. هو بالنسبه لعوده السؤال بالنسبه للاعراض، قلت عن لا شك عن الاخت اللي تشاهدني الان هي يعني متعطشه لتعرف الاعراض اللي الاوليه اللي يمكن مثلا الملاها تحمله عنه يمشي عند الكشف. ما نعرف كان نتكلم عن التشخيص المبكر السابق الاعراض، ونتكلم عن الاعراض ونتكلم عن التشخيص المبكر. ما في مشكله اللي ترى عنهم يلا يسبق منهم تسبقوا معهم. تسبقوا التشخيص المبكر ياك انه يفسروا الاعراض. جميل. بالنسبه اساسا ياك نعود دائما بعلاقه بالحمله والتشخيص، نتكلم عن التشخيص المبكر نتكلم عن مريضه خاليه من اي عرض، ما تظهر في اي عرض لكن قال تشخيص مبكر. من الساعة اللي يظهر تشخيص مبكر، من الساعة اللي يظهر عرض ما تشخيص مبكر بيد وعاد فم عرض ويلا المريضة تقص الطبيب. بما أن التشخيص المبكر مريضة خالية من أي عرض وما عندها أي عوامل خطورة الإصابة داخلية، كيف نقول عوامل وراثية اللي يتشكل 5-10% من جميع سرطانات الثدي. ذوك ما نتكلموا عليهم، نتكلموا عن مرأة عادية ما عندها أي عوامل خطورة أكثر من النساء الأخرى. ومع ذلك هي تمشي تعدل، تمشي تعدل التشخيص المبكر تعدل من 5. فما تختلف الدراسات ولا يختلفوا الناس، يقولوا بعد عنه الأكثرية عنه بعد 40 سنة، فما أحدين يقولوا 45، فما أحدين يقولوا بعد 50. المهم بعد سن اليأس عنها تم تعدل اللي قالوا ماموغرافي اللي هو صورة للثدي، الثديين تعدل مرة كل عامين، مرة كل عامين إلين 75 سنة توقف. كل سنتين تعدل هذه الصورة إلى 75 سنة. يمكن لك ساعة توقف. توقف بين وراء 75 سنة يعود أقل هو الأكثر. احتمال الإصابة أقل. وذيك تعدل الصورة كل سنتين ويقراها المتخصص في التشخيص الأشعة التشخيصية ويشوف فما علامات غير مباشرة المرض حسبك علامات يقترح أن تعالج والله ملي تواصل المراقبة الدورية كل سنتين. هو الأصل عن هذه الكشف الدوري عنه يخلق بدون وجود أي أسباب أو حتى تخوف، هو تعريفه قال تعريف تشخيص المبكر عن لا بد أن ما فهم أي عرض ولا فهم أي عامل إضافي عن من دون عنها امرأة. هي الامرأة بعد 40 سنة هو العامل خطورة للإصابة بسرطان الثدي، فمع عوامل أخرى تزيد احتمال الإصابة خصوصا الوراثة. من عد هاي ضرك مرة عادية من بعد ترك سن عد من أسرة فيها حد والله اثنين سبق مصيبة وذيك عندها طريقة أخرى للتشخيص المبكر وحتى عمر آخر ممكن في عمر مبكر حتى يجب عن عد مع عوامل الإصابة بالوراثة يقدر يصيب المرأة اللي عندها 20 سنة في سن مبكر. سن مبكر ذيك نحن نتكلم عن المرأة العادية اللي ما عندها عامل أكثر من الإصابة الأخرى. كل سنتين الصورة للثديين يقراها الطبيب المتخصص في التشخيص وذيك ساعة يوجه حسب النتيجة. لعدت النتيجة عادية لا يتواصل الرقابة، لعدت النتيجة صافيه احتمال يمشيه الطبيب النسائي يقبل عينة تفحص يتم متابعة فترة مبكرة. ها بالنسبة للتشخيص المبكر. بالنسبة للأعراض أكثر عرض هو اللي يقولوا له هما ورمة والله ورسي صغير عود في البزولة، والأكثر مليتون مكتشفته المرأة من بزها ما مكتشفه الطبيب، الأكثر هي المرأة اللي تكتشفه وتمشي. قال لي نقول هون عن 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 ذاك الولسيس اللي احتمال كبير يعود عن ما هو كل ولسيس عبارة عن خبيث. احتمال وجود سرطان لا قدر الله. هو الأكثرية قاع في أورام الثدي أكثرية أورام حميدة. حميدة سبحان الله. لكن ذاك الولسيس ملاه لابد من يقص الطب. اكتشفه هذا هو الأكثر. أي ولسيس أي رواية مكركبة اكتشفها حد في الثدي يلا يشوف مع الطب. تعود هو نحن دائما نقولوا عنه سابق على الماموغرافي عن يلا يعود فما الفحص الذاتي للثديين ياك تعود المرأة تعرف ثديها وتعرف الأطراف مش تعرفه في الشكل والله الأطراف ورم والله شو تعرفه وملي وحتى في الباطل عاد في المرسيس والله شيء هذا كامل لا بد أن تعود هي من نفسها تعرفه دائما شهريا. كثيرا ما نسمع الحديث عن الفحص الذاتي لكن هو الحقيقة الناس ما تضبطه، هل يمكن أنك تصورونه بشكل يعني خف شوية؟ هو الفحص الذاتي مطلوب عن كل مرة تعدله سابق على العمر اللي قلنا 40 سنة والطريقة سنة. هو أول مستحسن تعدله بعد الدورة وتحد قدام المراية ياك تعرف أولا شكل الثديين وذاك تم تعدلهم البعض بعد الدورة الشهرية. بعد الدورة تقريبا كم نحن نقول في الأسبوع الأول بعد الدورة أفضل، معناها قبل أسبوع الإباضة قبل أول أسبوع الأول ورا تستحمل المرأة من الدورة. أيوة شو وتشوف بعد حتى تعود الهرمونات في حالة استقرار جميل. تعود أولا الشكل تخرج شكل الثديين وراء ذاك مولي المس اللمس
ياك خلاص لعد فمشي. طريقة اللمس هذه الطريقة اللي تحلولها هي في طريقة خاصة؟ فم طريقة دائرية تبدأ من الحلمة وتبدأ دائرية لين تكتشف. فما طرق هي تحاول عنها تمرس الثدي بشكل دائري، تمرس وكنت ضد تعود ضد اتجاهه، معناها تعجنه باتجاه الصدر. باتجاه الصدر أيوة جميل. منين تلمس أي كتلة ولا كتلة؟ هو الأكثرية عنها مع الوقت لا تعود تعرف تتقن هذا، ولا تعود أي شيء. هو مرات يعود لا في الشكل قاعد، يعود ما فهم شيء، يعود لا في الشكل ترى شيء، والله في اللون والله شيء. أيوة. المهم اللون مثلا حمرار أو حمرار، التي كيف التهاب الثدي كامل، يعود فهم ألم في الثدي على شكل للبشرة، تنعكس على البشرة، للبشرة على الجلد والله. ويعود ملي فهم ألم في الثدي، يعود فهم إفرازات من الثدي نفسه، يعود فم ولسيس تحت الباط. هذاكم أساسا بالنسبة لسرطان الثدي اللي مازال ما انتشر. مرات بعض المراحل يجون منتشرين جدا، يعود سرطان الثدي مكتشف بألم في العظام والألم فهمتي. معناها أنه كل ما عاد تشخيص مبكر كل ما عاد الأعراض موضوعية. منين انتشر يقول يعود فم أعراض أخرى. جميل جدا أستاذة. مو من قضية الكشف المبكر، عندما نتحدث عن الكشف المبكر وأهميته، نحن نتحدث عن مجتمع يخاف نفسياً من الحديث حتى عن مرض السرطان. ربما اللي تدير علينا حالاً تشوف الشاشة نحن نتحدث عنها تلقائياً تقلب عنها، يعني فيه نوع من عدم التصالح السيكولوجي مع الحديث عن هذا المرض. أنتم في الجمعية إيش تعدلوا معه؟ جميل، هذه فعلاً مشكلة مطروحة على الجمعية، هي عدم تعاطي الناس معنا. لكن خلال الحملة حاولنا على الفرق اللي تمشي، الفرق التوعوية اللي تمشي، إنها أولاً تبدأ بأمور مبسطة، مثلاً قبل رواية تجذب الناس اللي أنت في التجمع. محدنا نبدأ في أخبار المرض، وعادة ما نقوله سرطان أول شيء لين هذا، ونستهدفه حسب تجربتنا. الناس اللي استهدفناها فعلاً يخافوا من السرطان، يا غيرين يسمعوا بالأضرار اللي تقد تلحق بهم. الحمد لله يتجاوبوا معانا ويحاولوا أنهم يقبلوا أكبر كم من المعلومات، وحتى في مرات يطلبوا منا منين يعدل الفحص، كيفاش يعدل، منهم المختصين يلتحقوا بأماكن المرض. نقدر من الإيجابية في الناس. جميل. مع أنها كانت عندها نظرة سوداوية عن المرض، ونحاولوا أن نغيروها. وهذا كانت الجمعية قابلته بعين الاعتبار من بدايات حتى قبل التوعية. كنا نحاولوا دائما على الصفحة وغيروا معاملاتنا مع الأطفال أن نظهروا الجانب الإيجابي من هذا المرض، الجانب اللي دائما هو ما ظاهر. إحنا عندنا سوداوية عن المرض، أنه قاتل، أنه أي شخص قبل المرض انه خلاص انه نعتبر يعني نودع الحياة. نعقبون مثلا كان عندي في الأسرة حد مريض، الساعة اللي مشي يتعالج نحن مفتوحة عندنا، لا قدر الله، لا قدر الله تجي تقولي تعزية على فترة كبيرة، لأن الناس اللي خلاص يعتبرون شخص مودع. هذه كانت نقطة أساسية من البدايات، أن ندعموا الجانب النفسي للمرضى، كذلك ندعموا أهاليهم اللي يتعرضوا هم ذاتهم ضغوط نفسية نتيجة للنظرة السوداوية اللي عند المجتمع. جميل. دكتور، بالعودة لبقية الأعراض، أنت تحدثت عن عرض أساسي هو عن وجود كتلة، والله وجود ولسيس. خلينا نبسط اللغة، ياك استفاد منا أكبر كم قد استفاد من السيدات. العرض الثاني مثلا قلنا عن فما عرض، فما الولسيس، فما ألم، مرات الألم في الثدي حادة من غير ما تكون مرات تمس ولسيس ولا تمس كتلة. عود في ألم حقيقي. في ألم حقيقي. على شكل ماذا مثلا؟ على شكل ألم، ألم عادي. شكل وخز، دقة براء. ألم. ألم. تعود ألم. تعود الثدي نفسه يوجع. يوجع. من غير ما تكون مرات تنس كتلة. يعود فما إفراز. الحالة ما كيف يعود متعود مرة ما توضع ولا شيء، يعود فما الحالة. يجي سوائل. يجي سوائل. ومرات يعود فيها الدم، مرات يعود ما فيها الدم. أكثركم اللي ناتج عن يعود الورم في القناة، قناة اللبن. فما مرات في مرحلة متقدمة يعود فما كيف التهاب للثدي، كيف التهاب للثدي، وفما حمرار، مرة يعود فما شقع كي جرح ولا شيء، مرة فتحة، مرة يعود الثدي كامل قاسي، شو يقولون نحن التهاب للثدي كامل، يعود قاسي كامل، ما تمسي ورمة كامل وكيل التهاب. هذاك في مرحلة متقدمة من المرض. جميل. من طرق كان في الورم العادي، معناها وجود وزن الثدي، واحد من الثديين أكبر من الثاني وزن، ولا يعني ورم منه شوي، ولا مدرك من هذا عرق. ذاك فما فيزيولوجيين ثديين مو واحد قط. عادة يعود واحد. أكثر يعود مو واحد، يعود واحد قط من الآخر واحد، أكثر مو واحد. يختلف عن بعض، وهذا شيء طبيعي. ذي قد هو البين، إحنا نركز على الفحص الذاتي.
الفحص الذاتي يخلي المرأة تكون هي يعني هي اللي عندها الصورة الدقيقة عن طبيعة الثدي، عن طبيعة الثدي والالتراب كامل اللي تعرفه، وهذا اللي تعرف مع الممارسة تنشري تعدلوا اللي تقول ما لا يطرش ما عرفته إلى عاد واحد منهم رمى الأخر اللي تعرف عنه طبيعي ولا مو طبيعي، عنه كان طاري والله ما هو طاري. طاري جميل. بعض الناس يقول عني تعود متكئة على 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 يعني الظهر، ملتقي المرأة على ظهرك مثلا حتى تاكي على كفاه، عنه يلاحظ مثلا تغير، هل هذا يعني علميا ممكن ان نقول بعلمية هذا؟ هو فما ياسر من انت نتكلم عنه، وفي ياسر الشائعات حول هذا، نتكلم ياسر الشائعات. نحن يوميا اول شائعة بعد اول شيء نسولوا عنه، مرات يجونا يجوا اهل مريض ونشوفوه من يوخا المريض يجونا هم يسولونا كانوا معديين. جميل، فهمتي معناها في ياسم الافكار اللي عندنا بدرو سرطان مرض ما هو معدي، ولا ينتقل باي طريقه من الطرق حتى ولو عن طريق الدم، ما ينتقل باي طريقه من الطرق. ثم الطريقه الوراثيه اللي وحدها يقر، ما فهم اي طريقه اخرى انتقال مريض عادي يلا حد ما يعزله كيف قالت لهم فما جانب نفسي يلا حد مو المريض وحده الاهل معناه انه المريض ما يحس عنه عنه في عزلة. مرات المريض هو من نفسه قاعد يجي خوفا على أولاد ولا خوفا على أهله، يسول هو من نفسه كانوا قد كانوا قد يتكي معهم ولا قد سبحان الله ما أنا عنه فمش من الأفكار. وهذا للأسف من غياب الوعي عندنا بهذا المرض، من غياب الوعي، رغم غياب خطورته وانتشاره عن دائما السرطان تابو شو قال الفرنسية خطوط حمراء، خطوط سرطان ما يلا يتكلم عنه فهمتي، ما الله يتكلم عنه. هذاك واللي يخلي الأفكار تنتشر بدون ما فهم حد يصلحها، بين هو الإعلام ما هو مسلط عليه الضوء هي الحقيقة، ولا فهم اللي الناس الأخرى ما هي مسلط عليه الضوء. فما مجهودات فردية من الجمعيات ومن الناس اللي دي تبغي تعرف، والله الناس اللي عاشت تجربة المرض هي اللي عنده الأفكار. قضية نرجع لقضية السؤال، ما تكي والله الباس اللي عاصر ذا كامل ما عنده يعني هو سرطان الثدي، عنده علاقة بالهرمونات، ما عنده أي علاقة أخرى، كان معلومات خلط. ترى كان اضطراب الهرمونات مثلا كان عنده قد يكون عامل من العوامل المسببة، فما هو أساسا مثلا واحدة من السيدات تعود الدورة الشهرية عندها ما هي منتظمة أو يعني أمور من هذا القبيل، وأساسا شو يقولوا لهما الهيبرستروجين معنى الاستروجين عدوا طالعين، ودوك فما عندهم عوامل تعود المرأة ذي العوامل اللي صارت تعود المرأة بلوغ مبكر وسن الاستردف متأخر هذا كامل تعود مدة طويلة التعرض للاستروجين. حتى نفهم معاك البلوغ المبكر شنو هو تأخر سن الياس شنو ما معناها؟ نقول هما يعرفوا بعد سن الياس بعد 50 سنة، والبلوغ المبكر قبل 12 سنة 13 سنة. معناها أي واحدة خلقت لها واحدة من هالحالات هي معرضة لقدر الله؟ معرضة. يقول هما أنا تعرض البلوغ المبكر تقريبا الحد الأدنى له في السن كم؟ يقول هما 13 12. فمش من هذا العمر، كل واحدين يعرفوا. المهم بعد 50 سنة وقبل 13 12 سنة هذا كل بلوغ مبكر. والأسباب اللي تؤدي بالارتباك الهرمونات في الجسم مثلا ارتفاع مفاجئ أو انخفاض مفاجئ، ما معروف سقوط الحامل غيرها، هذه ما هي أمور، ما هي عوامل، فما أمور مهمة، أمور مهم يلا يعرفوا النساء عن الرضاعة الطبيعية، عن تقييم سرطان الثدي تقريباً، سبحان الله. مو عنها معلومة في ما هي معالجة، لكن من أسباب الوقاية. مو عنها معلومة للطفل وحده عن الطفل الرضاع الطبيعي، ما نتكلم عن المرأة. جميع الدراسات أثبتت عن الرضاعة الطبيعية، عن المرأة اللي ترضع رضاعة حقيقية عنها أقل إصابة بسرطان الثدي. سبحان الله. سرطان الثدي معناها أن لاحظ عن الرضاعة الطبيعية عندها ياسر من الفوائد، هي كابحة للهرمونات. فوائد الطفل ما نتكلم عنها، هي من أكثر فوائدها على على المرأة، على الأم، عن تقييم سرطان الثدي، عن المرأة اللي ما رضعت عنها معرضة أكثر من سرطان الثدي. سبحان الله. سلمونا قضية التوعية واستهداف سن معينة، هل فيه سن معينة برأيكم يجب استهدافها بهذه التوعية، أم أنه هو في النهاية التوعية يجب أن تستهدف المرأة بصفة عامة؟ جميل. التوعية بصفة المجتمع بصفة عامة إن صح التعبير، ما المرأة بصفة عامة، لأن السرطان لا قدر الله إذا أصاب امرأة هذا لا يعود عاقب أسرة بأكملها، بالتالي نحن نتوجه المجتمع بصفة عامة، أحيانا نوجه يجون أشخاص رجالة يختاروا يعرفوا عن المرض ينقلهم المعلومة. أساسا الدور التوعوي يتمثل في استلام المعلومة الصحيحة من الجانب الأكاديمي والله المتخصص، وهي الحمد لله تم تكوين فرق بالتعاون مع الدكتور أستاذ أحمده، وفي مستشفى الإنكولوجيا كانوا مجموعة من طلاب كلية الطب،
تم تأطيرهم الحمد لله ضمن دورة تكوينية، وهم بدورهم أطروا لنا مجموعة من المتطوعين التابعين للجمعية. معناها العمر المستهدف ما هو عمر محدد يعني؟ العمر المستهدف ما هو عمر محدد. تم إطلاق هذه الحملة في عموم العاصمة نواكشوط، وتم إطلاقها على مستوى الداخل، استهدفت جميع المجتمع بصفة عامة الحمد لله. أنتم بتعاونكم مع بعض المختصين كيف الدكتور مثلا وغيره، ما يقولكم عن فيه عمر معين يجب استهدافه بشكل خاص، أما أنه في النهاية الحملة يجب أن تكون مفتوح؟ لا، ما فيه عمر صح التعبير، يا غير فيه الشريحة المستهدفة أكثر هي شريحة النساء، لأن نحن نتكلم عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. يا غير التوعية للمجتمع ككل وخلق ثقافة صحية، كي قلت لك قبيلات يا خلق ثقافة صحية على المستوى النفسي، حتى على سرطان ممرض قاتل ودوام تكرار هذا الموضوع، خلقنا الحمد لله مجتمع يتقبل السرطان كأي مرض ويتم علاجه. يبعد عنه عنهم الشر ان شاء الله. ربما اللي يستمعنا الان اني نقول يتقبل السرطان، شك عنه، احنا ندعو للتقبل، في حين احنا ندعو فقط لوجود وعي صحي ليس التقبل طبعا، ولا نتمنى يكون الصحه والعافيه. دكتور، خلينا نعود لاسباب الوقايه الذاتيه اهم. الوقايه الذاتيه معناها الامور اللي ينبغي ان تقوم بها المراه، سواء كانت ممارسات او امور يعني تعتبر تصنف على اساس عنها وقايه. شفتي نرجع هون لقضيه التوعيه. التوعيه لا اضافه، التوعيه كي قالت لك هي يلا تود الجميع، هي الصمام امان الصحه، مالك لا يطلع اي حد ما وعى حد اخر، فهمتي؟ يقدر التشخيص المبكر يستهدف لان النساء في مرحله معينه، لكن التوعيه للجميع للجميع. فهمتي؟ بالنسبه للوقايه اساسا بالنسبه لسرطان الثدي السمنه، محاربه السمنه اللي نقدر هي اللي نقدر نتحكم فيها. احنا ما نقدر نتحكم في البلوغ، لا نقدر نتحكم في كان نقدر نتحكم في ما نقدر نتحكم في الجنس كان امراه ولا راجل، الروايات ما نقدر نبدلوهم، لكن نقدر نتحكم في 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 في, في, في الوزن. والوزن الزائد يجعل المراه عرضه بالوزن الزائد يعود معرضه للهرمونات اللي قلنا قبل، يعودوا اكثر. جميل. تعود معرضه لهم اكثر للطفره في الهرمونات، حدوث الطفره في الاستروجين. جميل. ثم التدخين الوقاية، ابتعاد عن السمنة والتدخين والغذاء الصحي. التدخين هذه على فكرة خلينا نشوف كانها قاعدة بادة للناس كاملة ولا لا جنس النساء؟ لا، نحن نتكلم لك الآن سرطان. لا، خليني شوي هون شوي نستفيد منكم حتى، لأن احنا شاهدنا حتى ما نتهم أيضا في برنامج لهن الريادة، ما دمت ذكرت التدخين، هل التدخين مضر بسرطانات الرخرف يعني مسبب لها كسرطان الرئة مثلا والعنق وغيرها؟ التدخين تقريبا مبارك الله عليه عنه مجور من مسبب لسبع سرطانات. سبع سرطان العدو قام هم أكثر. خطير جدا. عندك أكثر سرطان مسبب له هو سرطان الرئة، سرطان الحنجرة، سرطان الفم، اللثة يعني اللثة الفم كامل، لسان سبحان سرطان المعدة، سرطان المثانة اللي هي الإنبولة اللي قاع ما يخالها قاع، معناه إنه في عنق الرحم في الثدي، معناه الجسم كامل قد يكون معرض. دخل. جميل، خلنا نعود للأسباب الوقاية الذاتية الأهم. قلنا الرياضة، الحفاظ على الرياضة وغذاء صحي. أي نوع من الرياضة مثلا؟ المشي المهم ما يعود، هم يقولوا المهم ما يعود رجاج دائما قاعد، النشاط والحركية أساسا، النشاط والحركية وغذاء صحي. غذاء صحي كثير من أساتذة الأطباء المختصين في هذا الجانب يقولوا عنه ضروري مشي 30 دقيقة يوميا. هم ما الذي تقول؟ هم يقولوا فما واحدين يقولوا 45 دقيقة 3 مرات في الأسبوع، المهم عنه مولاه ما يعود قاعد. الهدف الأساسي هو عدم الخمول وجود الحركية بشكل تام. وجود الحركية يقدر هو يختلفوا، فما حدين يقولوا على أنا أقلها، معناها غداش بعد خطيرة مسبب لا قدر، أقلها 3 مرات في الأسبوع، من وقت صار غداش ومعه السمنة هذا عاملين خطورة. الغذاء الصحي هو الغذاء اللي يعود فيه غذاء فيه ياسر من الغذاء النباتي اللي هم الخضر والفواكه. والفواكه ممكن هم الجمعية قاعدة منها الابتعاد عن اللحوم، خاصة اللحوم الحمراء بشكل خاص. هم قاعدة الجمعية ظل عنهم كانت في التوعية، كان فيها جانب على الغذاء الصحي في التوعية. جميل. أهمية مساعدة الغذاء في الوقاية من السرطانات كلها، قاعدة سرطان الثدي بشكل عام، يعني هل يمكن أن نربط بالفعل بين وجود هذه السرطانات من عدمه وبين الحفاظ على النظام أو حمية غذائية معينة؟ ما قاعد هو ذلك، عادوا بعض في بعض الدول يحسبوا قاع احتمال إصابة الإنسان بسرطان من خلال النظام الغذائي. جميل. من خلال شوكة من الخضار والفواكه أسبوعيا، من خلال شوكة من اللحوم الحمراء، من خلال حركته، من خلال وزنه.
فهمتي هذاك عامل ما يخصه بسرطان أو سرطان. جميل أستاذ، المهمنا في الحملة وفي الحملات وفي التوعية، قضية الوزن دكتور تكلم عن قضية الوزن، وهذه قد تكون حقيقة مشكلة مطروحة للسيدة الموريتانية بشكل خاص بحكم عوامل ثقافية وأمور يعني تخصها دون غيرها من المجتمعات. إيش تعدلوا معها أنتم كفتيات يعني نشطات في هذا الإطار هذا المجال؟ إيش تعدلوا مع العقلية عند المرأة الموريتانية؟ عندها عقلية إنه يعني حد لابد يعود بوزن معين، حتى المثقفات واللواتي عندهم مستوى من الوعي إنه يعني يلا حد يعود ما هو رقيق ويلا كذا، يعني هذا شيء صحيح. في هذا ذكرتني بموقف أخلي، كان نهار مع مريضة في مستشفى الإنكولوجيا، عند هي صغيرة في السن شوي، وأعتقد عندها سرطان عنق الرحم والله شيء. تمينا متابعة معها الجمعية، متابعة مع جمعية تساعدها شوي ماديا وساعدوها نفسيا أساسا، إلين قبضتها الحمى واضطرينا علينا نقيسوها شرط الدم نجيبوها. اجبرنا السبب اللي هي ما يلا كانت تقبض الحمى، ما عندها ما الحمد لله حالتها كانت مستقره، اجبرنا عنها قبوت حبوب لزياده الوزن. خطير، وهي مريضه، هي مريضه، بالتالي هي ثقافه قد تقولي بسبب ضغوط اجتماعيه معينه هي اضطرت انها تقبض، تنحط في هذا الموقف. معناه كيف شخص سليم و ما هذا مو مسبب له على بعد اضرار ذيك هي معروفه حالا، مع ان هذه الحبوب خطيره وتسبب حتى ما هي الحبوب الوحدين يتبعوا نظام غذائي معين اللي يسمن وتوب يبقاو قد الدار ما شاء الله. هذه من الاسباب اللي نحاول ان شاء الله ان ننقلوا المعلومه، احنا ما علينا غير ننقلوا المعلومه بشكل احنا كذلك ايضا علينا ان نوصلوا المعلومه وخطوره صحيح. هذا دكتور، قضيه الوزن بالتحديد هذه يعني قد تكون عائق رغم من تصنيفه في اطار عنه يعني ما هو موضه ولا هو كذا ولا هو كذا، ومع ذلك لا تزال العقليه حقيقيه موجوده. نريد ان نعرف الوزن المثالي او معادله الوزن المثالي حتى تفهم معنا السيده الموريتانيه يعني ضروره انها تتفادى الوزن اللي مسبب للسرطان. نرجع شوي دائما لابد من عقب شوي قضيه الحبوب اللي قالت لك اياها. ايوه، مو أنا حبوب قاعد تزيد الوزن، هذه حبوب ضعف المناعة، خطير ضعف المناعة بنفس الوقت هما كورتيكويد ضعف المناعة، وضعف المناعة عامل هي كورتيكويد كاملة ضعف المناعة والله هذه كامل بالطبع. هما كامل هما من أعراضهم السمنة، من أعراضهم الجانبية، من أعراض الجانبية ذاك هو اللي لودلو غير ما يضعفوا المناعة. غريب، هو حد يستعمل دواء فيه كورتيكويد ياكل عود أعراضه مبيدة بالنسبة له، هذا هو الحقيقة، هذا هو الحب اللي عمله الموريتانية. خطير. الرواية الثانية إني ضعف المناعة لعد كيس في سرطان عنق الرحم، هو مسبب فيروس، وذاك الفيروس كان تقاوم المناعة وضعفت المناعة يطلع هو تلقائي. الرواية الأخرى هو مريض يتعالج عنده علاج كيميائي، العلاج الكيميائي ضعف المناعة، يدير عليه مواد أخرى ضعف المناعة، معناها الحبوب سامة جدا جدا جدا. دكتور، فيه وحدات الحمد لله ما هم مريضات والله حتى الآن بعد ما اكتشفوا عنهم مريضات ما شاء الله وضعيتهم يعني مستقرة، لكن يعملوا يقعد واحدة عندها وزن معين حتى يقول لك عن فيتامينات الفتح الشهية، هو مفروض واحد يفتح شهيته أكثر من الطبيعي؟ هو بخدم شهية في شيء مرضي وفي شيء مداعي وشيء في شيء ما نتكلمين عن ذاك المرض، في شيء الناس تدور تسمن، لا هذا هو لأنه مو حبوب اللي يسمن يقر بعد فتح الشهية. دكتور، علاقة هذه الأدوية بالهرمونات، هي نحن أنت تحدثنا عن الهرمونات عنها عامل أساسي ومسبب للأسف، هذه الأدوية مش أنها عنها تحفز الهرمونات أو هي تسمى هي من الأعراض الجانبية عنها تسمى، وفي نفس الوقت تقطع في المناعة، هذا عاملين الإصابة بسرطان، عاملين بالإصابة الكورتيكويد مواد تسمى، هم مرات يعودوا علاج قاع يقل، لكن في الحالة اللي ما يعودوا علاج يسبوا الضغط، يسبوا السكر، وهم أعراضهم جانبية هو استعمالهم قاتل، وهم يستعملوا من المجرعة وفي حالاتهم حتى ما يخلعوا السيدات اللي يعملوا كورتكويد للضيق أو لغيره من الأمور، حالات اللي يعود كورتكويد مكتوب للعلاج ما يعود يسبب عادة تعود سرعة صغيرة وتعود مدة مدة وتعود فم رقابة. أيوة، هم النساء اللي يبغوا يسمنوا عادة يبغوا يسمنوا بالعجلة ويستعملوهم بطريقة فيها ياسر من المبالغة وياسر من الخطر. جميل دكتور، فيه حالة يعني شبه شائعة عند مجتمعنا، الطافلات اللي حديثة عهد بلوغ عدواتهم يعني شنقال لك ضروري عندهم عنهم يسمنوهم عنهم يزيدوا وزنهم، لهذا بشكل خطورة في مجال السرطانات كنا نتحدث عنه. هو كي قلت لك الوزن واحدة مثلا حديثة العهد بالبلوغ مين تزيد وزنها، هذا يعرضها للخطأ. سؤال كتير مهم تخطينا، شنو الوزن المثالي؟
ايوه جميل، انا نسيت لا الوزن. نرجع له. والمهم عن الرجال ما يتخطى الوزن المثالي، شفتي الوزن عنده بعد البلوغ عادة الطول ثابت ما تزيد، ايوه ما تتغير صح. معنى نقول نلعبوا عليه لا الوزن. فما علاقة تحسب العلاقة بين الطول والوزن، وراء شو يقولوا لهم، شو نقول لك بالعربية ولا هو بعد اكتمال النمو الطولي ما يحرك نمو اللي الطولي. فمش يقولوا له البادي ماس اندكس ولا الاندكس لا ماس كوربورال، هو الطول هو الوزن على الطول مربع الوزن على الطول المربع، مربع، هذه علاقة حساب هذا الوزن. علاقة حساب. يلا تنين تتخطى 25 ذاك هو عاد زيادة الوزن. تتخطى 25 على النتيجة الطبيعية، زيادة على النتيجة ولا هذا هو الفورم، هي اللي هذه العلاقة يقبل هذه طوله ويضربه في عرضه مربعته الوزن، وزنه. الوزن على الطول مربع. الوزن كذا نقولوا حد وزنه 60 كيلو وطوله 1.5 لا يقبل 50 على 1.5 مربع، يحسب هذا منين تجي النتيجة اللي نزيد نزيد على 25 25 يعرف عنه ناقص وزنه، منين تنقص عنه 18 معناها منين تزيد على زيد 25 معناها انه زايد وزنه، منين تنقص عنه 18 معناها انه ناقص وزنه. ناقص طريقة مرضية، وذا اللي بين ولا ذا اللي بينهم مزاج، بينهم يعني معقول مثال يفوت مثال. جميل جدا استاذ المهم، اسمح لي نطينا عك شوي بين مكالمات، معنا وقت للاسف باقي معنا دقيقه واحده نختار نختم معاكم ثم نعود للدكتور لنختم معاه الحلقه. قضيه سرطان عنق الرحم ما هو كيف سرطان الثدي، كل السرطانات قاع الناس يعني عندها منها خجل ما تبقى الحديث عنه، لكن سرطان عنق الرحم ما في حد يتحدث عنه نتيجه يعني قضايا اجتماعيه وهذا. ثم ما افردتوه بحديث خاص في حملتكم؟ نحن ما قدرنا نفرطه بحديث خاص بحملتنا، وغير الحقنا بشهر أكتوبر الحقنا بحملة كوني بخير. كوني بخير السنة الماضية كانت مختصة بسرطان الثدي، لكن نتيجة كثرة سرطان عنق الرحم في مستشفى الأنكولوجيا الحقنا هذه السنة، وحاولنا علينا ننقله المعلومات عنه وكان الرد إيجابي. هو بسيط جدا كيت سرطانات، حاولنا نتخطى عقدة أخبار الخجل الاجتماعي وغيره، فيه فحوص معينة تعدل قبلناها من الأكاديميين وبسطنا بلغة مبسطة وحاولنا نشره في المجتمع. جميل، ولقيتوا يعني تقبل؟ لقينا التقبل ولقينا أسئلة من الناس يحاولوا يعرفوا من التعدل. قدمتوا أجوبة على هذا؟ قدمنا على أجوبة. جميل جميل دكتور، خليني أختم معك، باقي معي دقيقتين تقريبا، نختم معك بسرطان عنق الرحم لتتحدث لنا عنه بشكل شامل شوي وتتحدث عن الأعراض وأهم أسباب الوقاية بشكل خاص. ما عرفت كان دقيقتين لا أكثر. نحاول على كل حال، سرطان عنق الرحم من السرطانات الشائعة الكثيرة واللي هو دائما الصا وفعلا مرحلة متأخرة، دائما ما يجيكم هو في المراحل المتأخرة، كي قلتوا الخجل الاجتماعي بي عنه حساس الناس عوامل اجتماعية ثقافية ما يبغوا يذكروك الأعراض اللي فريما خاصة جدا، كي نزيف كيف وصل البيضة شو من الأعراض اللي هم يتموا جاحدينهم إلين يعودوا ما تبقى جوجو حدهم. ونتكلم عن التشخيص المبكر دائما هو الأول، التشخيص المبكر في سرطان عنق الرحم أكثر نجاعا من التشخيص المبكر، نتائجه أحسن من التشخيص المبكر في سرطان الثدي، بما أن هنا نفحصوا خلايا، بما أن هنا نفحصوا خلايا، ذاك الفحص الخلايا ينعت اي مرحله ذاك عنق الرحم، كل الخلايا يبداو يتبدلوا من خلايا طبيعيه لشر خلايا سرطانيه. معناها هو في الثدي ما تفحصوا خلايا؟ نفحصوا ما نعدوا صوره، لكن هو ما هو بشكل دقيق. سرطان عنق الرحم نقبضوا المسحه من عنق الرحم ونديروها على نشوفوها بالمجهر. معناها فحص مجهري. تعاملوا مع الخليه نفسها. خليه نفسها، فحص مع مجهري. مع السوائل هم على التحميل. فحص مجهري، معناها عنه نتائج احسن جدا من نتائج سرطان الثدي، والسبب هو اللي قلت لك عنه هو نفحص خلايا، وحتى ما هو مطالب عنه يتمين على كل سنتين، يعد يعني كل ثلاث سنوات ولا كل خمس سنوات، بما كل ثلاث او خمس سنوات. فهمتي، خلينا نتجاوز بسرعه شويه، لكن هون المساج اللي نقول الرساله عنه مو نفس العمر، مرحله ما يظهر في عمر اصغر من ذاك، والله اصغر من ذاك. ايوه معناها يلا حد كم يبدأ تقريب؟ هم اللي يقولوا عن يبدا حد بعد من 25 سنه يبدا يعدل الفحص الدوري، يعدل الفحص الدوري المراه بعد الزواج اكيد. بالنسبه للعرض دائما لا بعد الزواج، لا بعد الزواج، قبل الزواج وان كان ولو تاخر عادي عادي عادي، بما انه عنق الرحم ما هو معرض. جميل دور لين تكلموا لك عن الاعراض اساسا، عن الاسباب قبل الاعراض. السبب معروف 90% سببه فيروس،
قال له اتش بي في والله هيومن بابيلوما فيروس، يعني يمكن يعود جايبه مثلا هو فيروس داخل من الخارج مثلا طبيعي في الانسان يقرب بعوامل تضعف المناعه والله يعود فما، وهذا الفيروس يعود موجود بشكل طبيعي في الجسم، موجود بشكل طبيعي في الانسان، لكن فما عوامل اخرى تخليه ينمى بشكل يعود يحيى يعود اكتيف ويعود يعدد يعدد يعدل سرطان عنق الرحم. عنق الرحم اساسا عرضه الاساسي هو دوره تجي موفقت شنو معناها المراه عندها دوره طبيعيه تتم لين تجي دم موفقته. غير هنا لا نقول عنا ياك ما نخلو العلاجات وياك ما نعطو انه كثير تقطع الدوره والاضطراب، مع انه كثير عنه الاكثر عنه احتمال نادر عنه يعود في مرض سرطان عنق الرحم، لكن من الاعراض معناها عرض انه يعود يطوال ويعود مو طبيعي ومعه اعراض اخرى. لكن دكتور وقف معي شوي عند هالعرض حتى نفهمه، تقطع الدوره ما الذي تعني به؟ هو مو تقطع، هو تعود مرض دورته طبيعيه تجي كل شهر ايوه، والتمرين ذوال الدوره على تطول مكانت والله جاتها وقت مو فترتها طول مكان طول مكانت والله جاتها ملي وقت مو وقت معنا اسرع من موعدها العادي اسرع من وقت يقولون من عنه 7 ايام 5 ايام انه شيء علمي طبيعي. غير ذوني قلت لك اني تود مو طبيعتها، وهم شيء تود مو طبيعتها، جاتها الدوره طات على 5 ايام جات تجيها بعد شهر، وجاتها الشهر الاول بعد 10 ايام، والشهر الثاني جاتها بعد 10 ايام والله قاع ماتها تنقطع عنها. لا يخلي المريض عن هذيك الطبيب، المهم ارتباك حقيقي ارتباك يخلي المريض عن هذيك الطبيب قد يعود مو سرطان. لكن مرأة انقطعت عنها الدورة تماما أيوة. بعد في سن اليأس وجاها الدم هاي يرتد لك الطبيب بعد سن اليأس يعني يخلق نزول دم ينبغي عن حد يمشي تقيسه حالة الطبيب فهمتي بيلو ذاك لابد من نعرف سبب بيلو رأي مي طبيعي قد يعود ورم قد يعود مو ورم. لكن العرض مهم عند النساء مريضة انقطعت عنها الدورة وجات جاها دم قالت تقيس تمشي تكشف. هذا هو العرض الأساسي. هل في كتل أو شيء يعني يمكن ملامسته على غرار ما نقدر نسبيه الكل يقدر يلبسه لا الطبيب هو موجود في القناة هو موجود في عنق الرحم عنق الرحم نفسه لابد من فحص خاص ياك 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 ما يمكن يخلق فيه فحص ذاتي أبدا اللهم بهذه الأعراض لا بد الطبيب فما العرض فما الصلة البيضاء فما آلام في البطن فما في مرحلة متقدمة حتى تعود فما مشاكل في البول مشاكل في الهضم بما أنه عنق الرحم حل الأنبولة وحل الجهاز الهضمي هو اللي خلي. أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد دول الطلبة أخصائي علاجات الأورام، كما أشكرك أيضا الأستاذة المؤمنة متلب مسؤولة الموارد البشرية بجمعية أسعد تسعد، وخاصة في حامل تكوني بخير أرجو أن نكون جميعا بخير وأن تكون الأخت المشاهدة بخير وكل النساء المجتنيات ونساء العالم بخير. طبعا تحدثنا عن هذا الموضوع للوقوف على أهم الأسباب ولأن نخلق نساهم في خلق ثقافة وعي صحي لدى الأخت المشاهدة وجميع مشاهدينا الكرام، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يبعد الشر عنا وعنكم جميعا. إلى أن ألقاكم مشاهدي الكرام في حلقة أخرى من برنامج لهن الريادة، أشكركم جزيل الشكر على المتابعة وأشكر فندق الأجنحة الملكية وهذه تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.